السابعة بتوقيت القدس الشريف، ساعة إخبارية مفصلة من الميادين نبدأها بالعناوين. اعتصام أنصار التيار الصدري مستمر وتظاهرات لأنصار الإطار التنسيقي في العراق، والمواقف تؤكد أن السلم الأهلي خط أحمر. طهران تدرس الطرح الأوروبية، وواشنطن تشترط تخلي إيران عن مطالبها الإضافية للعودة إلى الاتفاق النووي. محامية الأسير خليل عواودة تؤكد للميادين أن هناك خطورة حقيقية على حياته، وتقول أنه لا يتذكر أفراد عائلته. إصابة مدنيين بجروح في ريف القنيطرة السورية بقصف لدبابات الاحتلال الإسرائيلي. الدفاع التونسي تؤكد تحقيق إصابات مباشرة ضد عناصر إرهابيين بعد الاشتباك معهم في ولاية القصر. مرحبا بكم. انطلقت عصر اليوم في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى تظاهرات داعمة للشرعية والدستور بدعوة من الإطار التنسيقي، وقد رفع المتظاهرون خلالها شعارات حماية الشرعية والدولة ورفض استخدام طرق بعيدة عن الدستور. كذلك خرجت تظاهرات في البصرة والموصل تطالب بحماية الدستور والحفاظ على الشرعية. وفي هذا السياق أكد مسؤولون في الإطار التنسيقي ضرورة الحوار والاحتكام إلى المؤسسات والدولة، لافتين إلى أن التيار الصدري ارتكب خطأ بالانسحاب من البرلمان. من بغداد ينضم إلينا مراسل الميادين محمد الفهد. محمد، على شاشة الميادين هناك عواجل للبيان الختامي لتظاهرات التي أنت تتواجد على الأرض وتنقل صورة كما نقلتها للساعتين الماضيتين، تلك التي دعا إليها الإطار التنسيقي. لخص لنا هذا البيان، أبرز النقاط. نعم، الأبرز فيه عن اعتصام مفتوح في هذا المكان من قبل اللجنة المنظمة لتظاهرات قوى الإطار التنسيقي، هذا هو الأبرز. لكن هنالك ثمانية نقاط في هذا البيان. الأولى، الإسراع بتشكيل حكومة خدمية وطنية كاملة الصلاحيات وفق السياقات الدستورية لإعادة هيبة الدولة ومعالجة المشاكل في البلاد. والنقطة الثانية، مطالبة القوى السياسية خصوصا الكردية منها لحسم موقفها تجاه ترشيح شخصية لمنصب رئاسة الوزراء من أجل تكليف مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة. وكذلك في النقطة الثالثة، الدعم التام للقضاء العراقي والوقوف إلى جانبه ورفض أي تجاوز عليه. وفي النقطة الرابعة، مطالبة مجلس النواب، رئاسة مجلس النواب، بإعادة العمل للمجلس وإنهاء تعليق جلساته. وكذلك مطالبة القوات الأمنية بحماية مختلف مؤسسات الدولة العراقية. وفي النقطة السادسة، دعوة للالتفات إلى الشعب وكذلك الالتزام بالقانون والدستور، وهي دعوة من قبل قوى الإطار التنسيقي، ومعالجة الأزمات الخدمية التي تعاني منها البلاد. وأيضا في النقطة السابعة، تنبيه الجميع لأن البلد دون حكومة كاملة الصلاحيات قد وصل إلى مرحلة مأساوية تعاني من المعاناة الخدمية وغيرها. وفي النقطة الأخيرة، من خلال هذه التظاهرات والاعتصام الذي يعلن عنه، فإنه يعلن الالتزام التام والطاعة الكاملة لما يصدر من المرجعية الدينية العليا. طبعا ثمانية نقاط أصدرتها اللجنة التنظيمية لتظاهرات قوى الإطار التنسيقي. كما قلت، الأهم فيها أو الأبرز فيها هو الدعوة إلى اعتصام مفتوح. إذن هنا هذا المكان. محمد، سيكون هناك اعتصام الآن ستذهب إلى بالتوازي مع اعتصام مؤيدي التيار الصدري بالقرب من بوابة المنطقة الخضراء عند الجسر المعلق، وهي المنطقة الآن التي اعتصم فيها أو اعتصم فيها هذا الجمهور قبل أشهر اعتراضا على نتائج الانتخابات. على ما يبدو وفق هذا البيان ووفق ما صدر في هذا البيان، أن قوى الإطار التنسيقي لا تزال متمسكة بخياراتها وشروطها في مقابل تمسك
السيد الصدر بشروطه وكذلك بمواقفه. ربما قد تصدر مواقف من التيار الصدري في الساعات المقبلة أو مواقف سياسية أخرى فيما يتعلق باستمرار التظاهرات في باقي المحافظات، وكذلك ربما مواقف سياسية أخرى أو تعليقا على ما جرى من إعلان للاعتصام المفتوح في هذا المكان. نعم نعم محمد، إذن نحن الآن أمام ساحة اعتصام ثانية في العاصمة بغداد بالتوازي مع تلك الساحة التي يقيمها مؤيدو التيار الصدري أمام مجلس النواب العراقي، وهذه الساحة يفترض أن الثانية للإطار التنسيقي أو مؤيدي الإطار التنسيقي، أين ستكون محمد ساحة الاعتصام؟ يبدو أنه زميل محمد. نعم. الفهد. ألو. تسمعني؟ ألو. تسمعني محمد؟ يبدو أن زميل محمد لا يسمعني، ربما نعود إليه في سياق هذه النشرة في هذه المتابعة للتطورات للمشهد العراقي على الأرض بالتظاهرات التي دعا إليها الإطار التنسيقي تحت عنوان دعم الشرعية والدستور. ونكمل في سياق النشرة، حيث كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن مقترح لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي لكسر الجمود في المحادثات النووية مع إيران بتقديم تنازلات جديدة مهمة لطهران ترمي إلى إنهاء تحقيق الأمم المتحدة في الأنشطة النووية السابقة لإيران على وجه السرعة. وفق الصحيفة فإن نقطة الخلاف الرئيسية في المحادثات تتمثل في تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المواد النووية غير المعلنة. وأوضح التقرير أن مسودة نص المقترح المقدم من الاتحاد الأوروبي تدعو إيران إلى الموافقة على معالجة مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. إلى ذلك، أكدت الخارجية الأمريكية استعدادها للعودة الفورية إلى الاتفاق النووي مع إيران إذا تخلت طهران عن مطالبها الإضافية التي تتجاوز خطط العمل الشاملة المشتركة. وقالت في بيان أن الأمر يعود إلى إيران بشأن العودة إلى الاتفاق، وأن واشنطن لن تبرم أي اتفاق معها إلا إذا كان يصب في مصلحة أمنها القومي. برغم تدهور وضعه الصحي على نحو خطر وتعرضه لخطر الاستشهاد، يستمر الأسير خليل عواودة في إضرابه عن الطعام لليوم 53 بعد 100 في مستشفى أساف هوروفي الذي نقل إليه أمس على وجه السرعة. وبحسب الأطباء فهو معرض للإصابة بالجلطات، وقد فقد كتلته العضلية وقدرته على التركيز. مراسلة الميادين أفادت بأن الاحتلال كبل عواودة بالسرير وأخضعه لحراسة أمنية مشددة. إلى ذلك، أعلن نادي الأسير تدهور الوضع الصحي للشيخ يوسف الباز المضرب عن الطعام منذ أمس، والذي صعد من إضرابه اليوم بالامتناع عن شرب الماء. محامية الأسير عواودة أحلام حداد أكدت للميادين أن هناك خطورة حقيقية على حياته، وذلك بعد زيارته للمرة الأولى منذ إضرابه عن الطعام قبل 153 يوما. أنا شفته الصراحة، أنا انصدمت، يعني كنت في حالي بكاء شديد، ممدد على سرير لا يقوى على الحركة، يعني حين كشفت عليه الدكتورة ورفعت الأغطية هناك 5 بطانيات بتغطى فيهم بسبب شدة البرود اللي يعاني منها. أنت بتشوف بس كتلة عظام مع جلد، لا توجد عضلات، شيء رهيب المنظر. لا يقوى على رفع الرجلين، يعني فحصت الدكتورة إنه مدى إذا هو بيشعر بالإيدين، يعني بالإيدين ولا بالرجلين، هل في إحساس؟ هلا الرجلين صفر شعور، لا فيش إحساس بالرجلين. طبعا هو لا يقوى على إنه ينزل من تخته من سريره، لا يقوى طبعا على الحركة ولا على الوقوف. مستشار هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه أكد للميادين أن الأعضاء الحيوية للأسير عواودة تضررت بشدة، وقال إن الاحتلال الإسرائيلي يتهرب من التزامات واستحقاقات قدمها إلى الجانب المصري بشأن الأسيرين عواودة والسعدي. الاحتلال الإسرائيلي يتهرب من استحقاقات والتزامات قدمت من خلال الأشقاء المصريين فيما يتعلق بالإفراج عن الأسير خليل عواودة ونقله إلى مشفى مدني خارج أسوار السجن، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالشيخ بسام السعدي، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يتنكر ويتنصل من هذه
المسؤوليات وهذا الالتزام، الأمر الذي يبقي الباب مفتوحا على كل الأصعدة فيما يتعلق بتداعيات هذه القضية، وخاصة إذا ما حصل أي مكروه وأذى مباشر للأسير خليل عواضي. أدان حزب الإصلاح في اليمن ما وصفه بفوضى الميليشيات في محافظة شبوة، وطالب مجلس القيادة الرئاسي بإقالة محافظها عواد العولقي وإحالته إلى التحقيق. وفي بيان قال الحزب أنه سيضطر إلى إعادة النظر في مشاركته في المجالات كافة في حال عدم إقالة العولقي وإحالته إلى التحقيق، وحمل محافظ شبوة كامل المسؤولية عما آلت إليه الأمور في المحافظة. كما حذر البيان من أن أي تهاون من السعودية مع أي مؤامرة قد يحول دون استعادة الدولة في اليمن ويصيب دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها السعودية. شدد رئيس وفد صنعاء المفاوض والناطق باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام على أنه لا يمكن أن يكون هناك وقفا لإطلاق النار إذا لم يجري التوصل إلى حل إنسانيا في اليمن. وفي مقابلة خاصة مع الميادين أكد عبد السلام أن هذه ستكون المرة الأخيرة التي تقبل فيها صنعاء الهدنة وفق الشروط الراهنة. نحن بحسب ما سمعنا من القيادة خلال زيارتنا إلى صنعاء أن هذه آخر فرصة بالإمكان أن تمدد بها الهدنة بهذه الشروط إذا لم نصل إلى حل آخر يتمثل بوضع مرتبات الشعب اليمني، مرتبات الموظفين، معاشات المتقاعدين وفتح المطار وفك الحصار، فإنه من المستبعد أن نذهب إلى أي تمديد، لأنه لم نحصل على هذا التمديد إلا بصعوبة بالغة وبحضور وفد عماني إلى صنعاء للنقاش بأنه لم يعد هناك وقت كافي لأن نصل إلى حل. وكشف عبد السلام عن امتلاك قدرات صاروخية ومسيرات كبيرة جدا أثبتت فعاليتها، محذرا من عودة الحرب إلى نحو أكبر في حال عدم التوصل إلى اتفاق. اليوم اليمن يمتلك قدرات صاروخية ومسيرة كبيرة جدا أثبتت فعاليتها في أبو ظبي وفي السعودية بمختلف أماكنها، من الرياض إلى كل مواقع في الشرق وفي الغرب في المملكة العربية السعودية، وكذلك في البحر. إذا انتهت الهدنة، لا اتفاق إنساني أمامنا، فمعنى ذلك عودة الحرب ربما بأكبر مما كانت عليه في السابق وبمعطيات أكبر، وهو ما لا نريده. نحن لا نريد عودة الحرب على اليمن، ليس لأننا وجدنا أزمة دولية هنا أو أزمة معينة هنا. هذا هو موقفنا نقوله من قبل الأحداث، أنه الحل الإنساني أولاً ووقف إطلاق النار وتهيئة للحوار السياسي. عبد السلام هدد الشركات التي تنهب ثروات اليمن بالاستهداف العسكري بعد انتهاء الهدنة، مشددا على أن اليمن لا يمكن أن يقبل عمل أي شركة إذا لم يكن ذلك في مصلحة الشعب اليمني. نحن نقول للشركات التي تنهب ثروات اليمن، سواء كانت شركات نقلة أو تبيع أو تقوم بالتسطير، أنه بعد انتهاء هذه الهدنة لا مجال لكم للبقاء لنهب نفط اليمن لحظة واحدة. نعم ستكون في دائرة الاستهداف العسكري، بل يجب أن تكون في دائرة الاستهداف العسكري، لأن هؤلاء ينهبون ثروات الشعب اليمني، ولصالح من؟ تذهب لصالح دول تعتدي على اليمن، وبالأولى أن يتوقف هذا النهب، ولا يمكن أن نقبل أن يكون هذا مستمرا على الإطلاق إذا لم نصل إلى حل أن تذهب هذه الإيرادات إلى مصالح إلى حقوق طبيعية للشعب اليمني. معنا من لندن الكاتب والمحلل السياسي السيد يحيى حرب، مرحبا بكم سيد حرب. هذا الكلام وخصوصا الأخير للسيد محمد عبد السلام، كيف يصل إلى الدول الغربية الأوروبية منها تحديدا، سيما تلك الشركات التي تعمل على الأرض اليمنية بالتنقيب واستخراج النفط والغاز، هي في جلها دول أوروبية وفرنسية على وجه الخصوص، هذه المعادلة إن صح التعبير كيف تسمع هذه الدول؟ أحييكم أختي العزيزة وأحيي مشاهديكم الكرام. أهلا بك. يعني لا شك طبعا أن الدول الغربية هنا على مستوى يعني الطاقم السياسي وعلى مستوى الإعلام أيضا تدرك أن ما يقوله أنصار الله هو حقيقة وليس مجرد تهديد، يعني يعبر فعلا عن قدرات حقيقية، يعبر عن واقع حقيقي، وأن هذه التهديدات إذا ما سميت تهديدات فهي بالنهاية قد توضع موضع التنفيذ في أي لحظة، وهم يشعرون أولا بأن هذه المواقف يعني هم على قدر المسؤولية، ثانيا
هم يتخوفون جدا. كما تعلمون اليوم أوروبا بكل أطقمها بكل فروعها بحاجة إلى أي قطرة نفط وبحاجة إلى أي كمية من الغاز، لأن الوضع يعني على هذا الصعيد وضع الطاقة في أوروبا في مرحلة حرجة بسبب الأزمة الأوكرانية وتبعاتها، وهذا أمر معروف. هم يعرفون أن أي تهديد لممرات النفط والوصول النفط والغاز إلى أوروبا يعني تهديد جدي، وبالتالي فإن هذه المواقف اليمنية الأخيرة مواقف عاقلة وحكيمة، هي تنذر، هي تعطي الصورة إلى الدول. وبالتالي كيف الكبرى يفترض أن تتعامل؟ لأنه مؤخرا كان في معطيات تشير إلى أن هناك مسعى غربي أمريكي فرنسي لإطالة أمد الحرب في اليمن للاستثمار بالثروات ونهبها الموجودة في اليمن، انطلاقا من محافظة شبوة التي تعتبر الأكبر بين محافظات اليمن، التي تمتلك مخزونا غازيا تحتاجه أوروبا إلى جانب النفط في البلاد. هذا الكلام كيف يفترض أن تتعامل معه هذه الدول بناء على هذه المعادلة وفي أفق زمني؟ يعني الهدنة في تمديدها الأخير كما قال السيد محمد عبد السلام تنتهي في بداية الشهر العاشر. حقيقة نحن لا نضيف شيئا جديدا إذا قلنا بأن هذه الدول أختي الكريمة لا تتعامل إلا من حيث مواقع القوة، بقدر ما لديك من قوة وبقدر ما لديك من قوة الضغوط بقدر ما تستجيب هي للمنطق. هذا العالم لا يفهم الحق ولا يفهم العلاقات الإنسانية والأخلاقية، هو يتعامل بموازين القوة ليس أكثر من ذلك. وقد كان مفاجئا فعلا أن الطرف اليمني القادر والمقتدر، وهم الجميع يعرفون أنه يملك القدرة العسكرية لإيقاف كل الممرات في البحر الأحمر ولإيقاف كل يعني قسم كبير من تصدير نفط من هذه المنطقة، وهو يشكل حوالي 30% من حاجة العالم أو من الطاقة العالمية. إذا هم يعرفون أن هذا الطرف اليمني يمتلك القدرة على ذلك، وكانت مفاجأة أنه حتى اليوم لم يستخدم الطرف اليمني هذه الورقة، والآن حان وقتها، حان الوقت تماما. لا يجوز كما قال السيد محمد عبد السلام، لا يجوز أبدا أن تكون موانئ اليمن مغلقة وموانئ الأخرى عاملة، لا يجوز أن يكون الشعب اليمني تحت الحصار والآخرون ينعمون حتى بثرواته، حتى بالثروات اليمنية. هذه التهديدات جدية، الأطراف الأوروبية والعالمية تأخذها على محمل الجد، ولن يكون يعني اليمن ملاما اتخاذ أي خطوة تصعيدية تحافظ على حقوقه حتى ولو كانت لتهديد موارد الطاقة أو طرق المواصلات لإيصال الطاقة إلى الغرب. شكرا جزيلا لكم سيد يحيى حرب الكاتب والمحلل السياسي، ضيفنا، كنت معنا مباشرة من لندن. نعود إلى ملفنا في أرضنا المحتلة فلسطين، وانطلاقا من كلماتها كلكم إبراهيم كلكم أولادي، كلمات كانت لوالدة الشهيد إبراهيم النابلسي عند تلقيها نبأ استشهاد ابنها، موقف بدأ التفاعل معه منذ الرد عليها الشبان الفلسطينيون: يا أم الشهيد نيالك، يا ريت أمي بدالك. وما زال صداه يتردد في الإعلام ووسائطه الاجتماعية وفي ضمائر الأحرار. من نابلس تنضم إلينا والدة الشهيد إبراهيم النابلسي سيدة هدى جرار. مرحبا بك سيدة هدى، وامتثالا عند رغبتك لن نعزيك وإنما سنبارك لك استشهاد إبراهيم فلدة كبدك على يد الاحتلال الإسرائيلي. بداية، لماذا تريدينها مباركة؟ وكيف وجدت صدى موقفك وقوتك في التفاعل مع خبر استشهاد إبراهيم؟ بداية أنا بشكركم، وبنفس الوقت أنا بقول مباركة، لأنه هذا الشهيد مش مين ما كان بنول الشهادة، الحمد لله رب العالمين. الشهيد أنا بالنسبة إلي ابني عريس الله يرضى عليه، وكانت فرحتي فيه يوم فرحتي فيه، كان نفسي أفرح فيه والحمد لله رب العالمين، زفيته للحور العين إن شاء الله تعالى إنه من المقبولين. هل تابعتي طريقة التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي التي تعدت في أرضنا المحتلة فلسطين، العالم العربي والإسلامي وأوسع من ذلك، مع طريقة تعاملك مع نبأ استشهاد فلدة كبدك والبطل حقيقة إبراهيم النابلسي؟ والكل يسأل عن سر القوة ورباطة الجأش التي برزت بها مع ابتسامة وأنت تزفينه شهيد عريس كما تقولين. والله أنا ما استغربتش يعني من التفاعل اللي صار. إبراهيم الله يرضى عليه من هو مطارد محبوب،
محبوب لدرجة كان الله يرضى عليه الكل يحبه، وهو الله يرضى عليه محب ما شاء الله عنه، بحب الجميع كان إبراهيم، فلذلك الجميع كان بحبه وكسب محبة الجميع. أما كيف تلقيت نبأ استشهاده الله يرضى عليه، كنت متوقع هذا الإشي لأنه الله يرضى عليه اتصل علي قبل ما يستشهد بربع ساعة، قال لي أمي أنا محاصر أنا بدي أستشهد. قلت له لا حبيبي يا أمي لا، يعني قلب أم طبعا. قلت له لا يا حبيبي بدي إياك بكير يا أمي. قام اللي بقولي لا يا أمي أنا اخترت أنا بدي أستشهد، أنا بحبك يا أمي بحبك بحبك، ارضى علي وما تزعلي ارضى علي. الله يرضى علي طبعا، أنا ما زعلتش لأنه ابني بدوش يعني أزعل، الله يرضى علي، صدق الله فصدقه، هو اللي اختار الله يرضى عليه. وأنا ليش أوقف بوجهه؟ الحمد لله رب العالمين، ومختار أحلى اختيار، اختار الشهادة في سبيل الله، في سبيل الوطن، في سبيل المسجد الأقصى، في سبيل التحرير إن شاء الله تعالى إن شاء الله. الله يرضى عليه، من المقبولين بأمر الله بأمر الله. هذا كل ما دار بين الشهيد إبراهيم النابلسي وبينك في الاتصال الأخير. هل هذا فقط كل ما دار؟ مش واضح الصوت. هل هذا فقط كل ما دار بينك وبين الشهيد إبراهيم النابلسي قبل استشهاده؟ ما تخطت الاتصال، ما تخطى دقيقة، أقل من دقيقة. قال لي أمي أنا بحبك أنا محاصر وبدي أستشهد، هاي كل اللي قال لي. قال لي أمي أنا بحبك بحبك بحبك. أنا قلت له بكير، لا يا أمي بكير طبعا، قلب أم أكيد طبعا مش رح تقول آه يلا. بس لما شفته هو الله يرضى عليه مصر وبده الشهادة وبصدق صدوق إبراهيم الله يرضى عليه، قلت له الله يرضى عليك الله معه الله يرضى عليه. قال لي بحبك بحبك بحبك، هذول الثلاث كلمات، وارضي علي وما تزعليش. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، نفذت وصيته ما زعلتش الحمد لله رب العالمين، وزفيته. وطبعا احنا بنعرف ان الشهداء احياء عند ربهم، الحمد لله رب العالمين، بل احياء عند ربهم يرزقون. يعني ولكن انا عارفه انه ابني شهيد في الارض، بس الحمد لله رب العالمين حي بالسماء الحمد لله رب العالمين. ست أم إبراهيم، ولا أعرف إذا أنت تكنين بأم إبراهيم، لكننا نقول لك ذلك انطلاقا من استشهاد البطل، وله موقع كبير وهو حي وهو شهيد أيضا. لكن من أين لك كل هذه القوة صراحة؟ يعني هذه رباطة الجأش والقوة، شهدناك تلفينه بين ذراعيك، تحتضنين إبراهيم وهو شهيد مدرج بالدماء، تزغردين، وحتى إحدى السيدات قلت لها رجاء لا تبكي. كيف استطعت حقيقة أن تكوني بهذه القوة؟ لأن هذه الصورة اعتبرت مسار آخر للنضال الذي قام به الشهيد إبراهيم. القوة اجتني من إبراهيم. إبراهيم الله يرضى عليه أسد، والأسد شو لازم يكون؟ شو لازم تكون أمه؟ لبقى طبعا. إذن لازم أبقى قوية زي إبراهيم. إبراهيم معلش ابني، بس قدوتي إبراهيم الله يرضى عليه، الله يرضى عليه وصاني، وأنا الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لله كنت أدي الوصية، إن شاء الله إني أكون أدي الوصية، إن شاء الله تعالى إني أكون أرضيته لإبراهيم الحمد لله رب العالمين. يعني بقول الحمد لله رب العالمين، برد أقول لك بالأحياء عند ربهم يرزقون. وأنا لما بيجي بقولوا لي عظم الله أجرك، مظبوط عظم الله أجر من أجري طبعا أكيد، بس بنفس الوقت خلينا نبارك، لأنه هذا عرس، عرس الشهادة، عرس الحمد لله رب العالمين. وأنا لما حملت إبراهيم على كتفي، من منطلق إني حملته 9 شهور في بطني، بديش أحمله هالساعة اللي ضايلت له في هالدنيا على كتفي، أكيد لازم أحمله ولازم أرفع راسي فيه. أسدي إبراهيم أسدي الحمد لله رب العالمين، وأنا رافع راسي في هالأسد الحمد لله رب العالمين الحمد لله. سيدة أم إبراهيم، هل تعرفين مدى أهمية وأثر ومدى التأثير الكبير على أن الاحتلال الإسرائيلي لم يستطع أن ينتزع موقع إبراهيم يعني كبطل، ومن ثم كشهيد بموقفك هذا؟ يعني هل تعين مدى التأثير الذي تلقينه بهذه القوة بأن الاحتلال لم يستطع أن يحقق واحد من أهدافه، لم يكسر والدة إبراهيم ولا حتى يعني على المستوى الشعبي، وتأثير ذلك حتى على مستوى يعني صورة القضية وصورة الشهيد والمقاومة؟
الاحتلال الإسرائيلي هدفه إنه يركعنا، يزلنا، يخلينا خائفين منزلين، بس فشل فشل الحمد لله رب العالمين. نحن خنساوات فلسطين، إحنا المرأة فينا تحمل 9 شهور، بتخلف، بتكبر، الحمد لله رب العالمين، بتنزل ابنها لله تعالى، فداء لله تعالى، فداء الأقصى، وإن شاء الله تعالى إحنا رح نزيله لهذا الاحتلال بصبرنا بإصرارنا، الحمد لله رب العالمين. أولادنا شهداء، وإحنا نعرف كمسلمين إنهم الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. هن بيفكروا إنه هن قتلوا إبراهيم وقتلوا أي شهيد من الشهداء اللي استشهدوا طبعا، بس لا، أنا بقول لهم إبراهيم ما مات، إبراهيم شمعة مضوية بأمر الله، بأمر الله إبراهيم حي، وفي 100,000 إبراهيم رايح يجي بعد إبراهيم. ماذا تقولين انطلاقا من الوصية التي يعني قالها وأودعها الشهيد إبراهيم نابلسي للشباب بأن طلب منهم أن لا يتركوا البندقية؟ وصية إبراهيم الله يرضى عليه، والوصية لازم تنفذ، وإن شاء الله تعالى إنكم تكونوا قد الحمل وقد المسؤولية إن شاء الله تعالى. اللي بيحب إبراهيم أكيد أكيد بدون ما أحكي أكيد رح ينفذ وصية إبراهيم إن شاء الله تعالى. وإحنا الحمد لله الشعب الفلسطيني شعب معطاء، شعب كلنا بنحب بعض، كلنا إيد واحدة بأمر الله، وكلنا بنفس الوقت بنسمع فيه وصية نجتهد إن ننفذ الوصية. البندقية يعني استمرار العمل المقاوم المسلح سيدة أم إبراهيم فيما ترك من وصية الشهيد إبراهيم النابلسي. من أين جاء بهذا النفس المقاوم بهذا الشكل القوي وأنت والدته؟ الحمد لله رب العالمين. بقول لك إبراهيم ما شاء الله من هو صغير، إبراهيم من لما كان صغير الاحتلال هو اللي بس فيه هذا القوة، على فكرة هو اللي أعطاه هذه القوة. بإيش؟ إنه الاحتلال كان يقتل، يشرد، المجازر اللي كان يعملها كله طبعا على التلفاز، وإبراهيم صغير وبيشوف وبيسمع أخبار وبيشوف أطفال غزة، بيشوف أطفال جنين، بيشوف المجازر اللي بتصير. طب هذا أكيد من هو صغير شو بده يصير فيه، شو بده يصير فيه من هو صغير، أكيد بده يتم مخزن بعقله هذا الإشي، وبيزيد حقده على الاحتلال. الاحتلال بفكر إنه يعني إنه إذا قتل إنه إحنا رح نخاف، ورح خلص الوحدة فينا تخاف على ابننا، ولا الولد رح يخاف إنه والله ليش يعملوا فيه هيك. لا بالعكس، بيعرفوش إنه إحنا عنيدين، وإنه إحنا كل ما إنهم هن قتلوا كل ما إحنا منعند بزيادة، وبزيد إصرارنا على تحرير الوطن، على تحرير المسجد الأقصى إن شاء الله تعالى، وتحرير فلسطين. إنتوا عنيدين، إحنا أعند. ما هي رؤيتك؟ إحنا شعب الجبارين بالتأكيد. ما هي رؤيتك للمقاومة ست أم إبراهيم؟ ما هو مفهومك للمقاومة، إن كان المقاومة الفلسطينية أو المقاومة اللبنانية في وجه الاحتلال الإسرائيلي؟ الله ينصرهم يا رب، الله ينصرهم يا الله، وإن شاء الله تعالى إنهم صادقين مع الله، وإن شاء الله تعالى النصر آتي، النصر آتي لا محالة إن شاء الله تعالى، على إيد هذا الجيل، وإذا مش على إيد هذا الجيل على إيد الجيل اللي جاي، جيل الإصرار والتحدي إن شاء الله تعالى. ماذا تقولين لهم؟ ماذا تقولين للمقاومين؟ حياهم الله، حياهم الله، وإن شاء الله تعالى بقول الله معهم، الله ينصرهم أكيد. متى آخر مرة يعني شاهدتي أو التقيتي الشهيد إبراهيم قبل استشهاده؟ الله يرضى عليه إبراهيم يمكن من شهر ونص ما شفتوش. الله يرضى عليه الحمد لله رب العالمين. آخر مرة شفته عريس الحمد لله رب العالمين، شفته أحلى شوفة، أحلى منظر. الله يرضى عليه، رفع راسي وهو عايش. إبراهيم وهو عايش الله يرضى عليه. وين ما أروح مين ما شافني، هاي أم إبراهيم النابلسي، هاي أم المطارد، هاي أم إبراهيم النابلسي. يجي يحاكوني الصغار، يجي يحاكوني والكبار، يجي يحاكوني الحمد لله رب العالمين.
والحمد لله لما استشهد الله يرضى عليه بنفس الوقت رفع راسي بزيادة الله يرضى عليه وأكرمني الحمد لله رب العالمين بالجنة وبرد بعيد وبقول إبراهيم مطارد وليس مطارد بدي أسألك عن هاي النقطة إبراهيم كان يلحق الجيش الإسرائيلي مش الجيش الإسرائيلي يلحقه كنت أسألك عن هذه النقطة لأنه لفتني أنك قلتي مطارد وليس مطارد يعني الكلمة اللي كانت تستخدم عن إبراهيم في بطولته في استمرار مواجهته في محاولة إسرائيل لاغتياله بأنه كان مطارد أنت تشيرين إلى أنه كان مطارد أكيد إبراهيم كان مطارد بشهادة كل من شاف إبراهيم إبراهيم مطارد إبراهيم لو إنه مطارد بتمه متخبي محله ما بيقوم من مكانه بيضله خلص عارف حاله بيتخبى بشقة معينة ما بيظهر منها بيحافظ على حياته إبراهيم لا كان لما يسمع إنه في يهود جايين في كانوا يجوا يصلوا على قبر يوسف يجوا يجتاحوا اجتياح أو يعملوا إشي إبراهيم يلحقهم مش هنا اللي يلحقوه إبراهيم رعبهم كان رعب الكيان إبراهيم الله يرضى عليه الله يرضى عليه كان هو اللي يلحقهم هن اللي يخافوا منه كانوا عندنا في خلة العمود اليهود برضه طلعوا مرة عندنا بدهم يعتقلوا أحد الشباب إبراهيم لحقهم أنا كان لي شهر ونص يمكن أو شهرين مش شايفة إبراهيم بتفاجأ إنه إبراهيم بالشارع تحت الدار عندي وقاعد بركض وراهم هن بتخبوا وهو بركض الله يرضى عليه وبطخ الله يرضى عليه مطارد مش مطارد إبراهيم إبراهيم ما كان يخاف هن اللي كانوا يخافوا منه هن اللي كان سياحهم يوصل للناس كلها يسمعوا سياحهم إنه يصيحوا حتى في يوم ما إنهم طلعوا على الخلة عندنا واجتاحوا الخلة وعملوا عمايل يعني فيها للخلة الناس شهدوا وسمعوهم هن يصيحوا ويبكوا يبكوا وإجت الإسعاف يومها وأخذتهم إبراهيم كان يطاردهم مش هن اللي يطاردوه أكيد الله يرضى عليه لو إنه مطارد كان يتخبى إبراهيم كان إبراهيم لهلأ عايش لو إنه مطارد بس إبراهيم مطارد وليس مطاردا أبرز ما يمكن أيضاً أن تنقليه لنا عن هذه المحطات التي تبرز بطولة وشجاعة وأقدام والشهيد إبراهيم النابلسي في المواجهة وفي مطاردة الاحتلال أنا بشكركم 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 والحمد لله رب العالمين أنا برضو بطلب إنكم الحمد لله ما تنسوا إبراهيم وما تنسوا رسالة إبراهيم لأنه إبراهيم إذا جاهد وإذا فضل أرض بدمه عشان تحرير الوطن فلذلك أنا بطلب من كل الإذاعات كلها إنها ما تنسى إبراهيم مش إنه بس بوقت الحدث اللي صار إنه نتذكر إبراهيم لا نتذكره اليوم وبكرة وبعده وكل يوم تمنا متذكرين إبراهيم لأنه إبراهيم ضحى بروحه لأجل إعلاء كلمة الحق ولأجل التحرير إن شاء الله والتحرير جاي إن شاء الله إن شاء الله تعالى إبراهيم كان متمني إن التحرير يبقى عيده والحمد لله رب العالمين وهو كذلك السيد أم إبراهيم هو على يده ويد من سبقوه من الشهداء ومن سيأتوا من بعده على طريق التحرير على أيديهم سيتم التحرير بهذه الدماء الطاهرة والزكية والمعطاءة وهو عهد يعني يعاهده كما عهدوه المقاومون بأنه لا يمكن أن ينسوه سيستمرون وسيكملون الوصية مطمئنة على المسار من بعد إبراهيم بالنسبة لرفاقه ماذا قالوا لك رفاق إبراهيم بعد استشهاده الذي كان وفيا لهم وحتى آخر لحظة كان وإياهم ورفعهم على أكتافه من استشهد قبله والله بقول لك قبل ما إنه تعملوا معي اللقاء بعشر دقائق إجا وفد كبير من الشباب أصدقاء إبراهيم وفد إجا عنا برا إجوا بس عشان يقولوا لي إحنا ماشيين مع إبراهيم واللي قالنا عليه إبراهيم رح ينفذه الله يرضى عليه يعني الحمد لله رب العالمين إن شاء الله إنهم يكونوا صدوقين إن شاء الله تعالى أنا سأسألك سؤال سيدة أم إبراهيم لم تبكي بينك وبين نفسك ولا للحظة ما بكيتي إبراهيم البكاء أكيد أنا إنسانة زي أي إنسانة بس أنا اعتبرت الدموع الحمد لله مش دموع كثيرة طبعا اللي نزلت مني دمعة اللي هي دمعة الفرح الحمد لله رب العالمين إنه ابني شهيد ابني عريس الحمد لله رب العالمين إنه ابني ضمن لي مقعد بالجنة الله يرضى عليه الله يرضى عليه أنا كان هدفي سيدة أم إبراهيم
من هذا السؤال، لأنه حتى يعي من يشكك أو يحاول الترويج دعاية خاطئة وكاذبة ومشوهة بأن أمهات الشهداء لديهن كل المشاعر الحقيقية والإنسانية ويشعرن ويتألم، لكنهم أقوى لأنهم يقدمون يعني قربانا من أجل الوطن والتحرير، وصورتك أم إبراهيم تمثل ذلك، ونحن نفخر فيك، وأنا شخصيا أعتبرها من أهم اللقاءات التي أجريتها لما تمثلينه من صورة مقاومة. هل لك من كلمة أخيرة تقولينها لمن تريدين؟ تفضلي. أنا بشكر كل حدا حب إبراهيم وكل حدا بده يمشي على درب إبراهيم. أنا بشكركم كلكم، وبشكر قناة الميادين، بشكركم، إلكم شكر خاص أنتوا التانيين، والله يا ربي يا الله يكرمنا بالشهادة مثل ما أكرم إبراهيم، لأن الشهادة منزلة ما بتنعطى لأي حدا. إبراهيم صدوق، صدق الله فصدقهم إبراهيم، الله يرضى عليه. وقت ما إنه كان محاصر، كان الجيش الإسرائيلي بالسماعات يصيح يقول له يا إبراهيم سلم حالك، مش رح نعمل لك إشي، نحكمك فترة بسيطة يعني وإنك بتخرج من السجن. إبراهيم شو يقول؟ يصيح يعني هاي شهادة الجيران اللي حداهم سجدين صوته، حي على الجهاد، حي على الفلاح، الله أكبر، يصيح ويقاوم فيهم. الحمد لله رب العالمين. الله يا رب يا الله ينصرنا وينصر الدين الإسلامي، ينصر المسلمين يا الله، ينصر فلسطين والمسجد الأقصى يا الله يا الله. ما لي قلب أبداً أن أختم هذا اللقاء، وإياك سيدة هدى جرار والدة الشهيد إبراهيم النابلسي، نحن نفخر، نسعد، نعتز بك وكنموذج لأمهات الشهداء، شهدنا منهن ونشاهد مثلك وسنشاهد على طريق تحرير فلسطين من النهر إلى البحر. شكرا جزيلا لك هدى جرار والدة الشهيد إبراهيم النابلسي، ضيفتنا، كنت معنا مباشرة وأنت تتزنرين أو تضعين الكوفية على أكتافك، وأيضا تحيط بك صور الشهيد إبراهيم النابلسي. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. تواصلون بتقديم السابعة، ولكن بعد فاصل قصير مشاهدينا، تفضلوا رجاء بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. تعرض الكاتب البريطاني سلمان رشدي لهجوم على أحد مسارح نيويورك. الكاتب البريطاني من أصول هندية اشتهر بإثارة الجدل والاحتجاجات عالميا حول مضمون رواياته وقصصه القصيرة، وأبرزها آيات شيطانية التي مست بالذات الإلهية وأدت إلى إصدار فتاوى بإهدار دمه. من نيويورك انضم إلينا مراسل ميادين نزار عبود. نزار، كنا نشاهد هذه الصور، سلمان رشدي واقعا على الأرض بعد أن تعرض للطعن، ما التفاصيل؟ ماذا في التفاصيل؟ تحية للجميع. لا شك طبعا أن هذه الحادثة هي محاولة اغتيال. حسب مصادر الشرطة الأمريكية هنا قالوا أن سلمان رشدي الذي نقل بالهليكوبتر إلى مستشفى تعرض للطعن في رقبته، لكنه استطاع أن يسير بعد هذا الطعن ولا تعرف حالته حتى الآن. الحادث وقع في مؤسسة شوتوكوا الواقعة إلى الشمال الغربي من نيويورك على بعد حوالي 30 كيلومترا من وسط نيويورك، وهذا عبارة عن منتجع ومعهد. كان سلمان رشدي يتعرض يلقي محاضرة، أو هناك شخص آخر كان يجري مقابلات معه حول مسألة الهجرة أو اللجوء السياسي للكتاب والفنانين. وقبل أن يبدأ في الاستشهاد تعرض الاثنان إلى هجوم. المقابل الشخصية التي كانت تجري المقابلة معه أيضا تعرض إلى جرح في رأسه، وكما شاهدتم بالفيديو كان هناك محاولة ضبط للعملية. هجم سلمان الفاعل الذي كان يرتدي غطاء أسودا على رأسه وبدأ. هل ألقي القبض عليه؟ بعيد. نعم. هل ألقي القبض على المنفذ؟ طبعا حصل إلقاء القبض عليه،
هناك طبعا لا تزال معلومات أولية حتى الآن، الشرطة لم تفصح بأي بيانات باستثناء على أن سلمان رشدي نقل إلى المستشفى وهو تعرض للطعن في رقبته، دون أن نعرف مدى يعني حرجة الإصابة أو شدتها. طالما أنه استطاع أن يسير فيرجح أن لا تكون الإصابة خطيرة جدا، لكن طبعا هذا مجرد تكهنات لا أحد يدري. طبعا سلمان رشدي يبلغ من العمر 75 عاما، صحيح، حالته الصحية على ما بدت عادية، ويفترض نزار أن يحظى هذه الحادثة بحماية أمنية سيما وأنه يعني موضوع تحت الخطر. طبعا هو مهدد منذ الثمانينيات، منذ عام 1988 عندما صدرت فتوى بحقه، وهناك مكافأة تقارب 3.5 مليون دولار لمن يقتله. الحادث طبعا حصل بعد أيام من الحديث عن محاولة أو التخطيط لقتل جون بولتون، واتهمت إيران بها. شكرا جزيلا ربما لك هناك نزار. علاقة بين الحادثين بطريقة أو بأخرى. نزار عبود مراسل ميادين كنت معنا من نيويورك، شكرا جزيلا لك. أصيب مدنيان في قصف دبابة مركافة إسرائيلية للجولان السوري المحتل. القصف السوري طال أطراف قرية الحميدية بريف القنيطرة الأوسط واستهدف رعاة أبقار أثناء اقترابهم من شريط فض الاشتباك. معنا من دمشق مراسل ميادين محمد الخضر. محمد، هل من تفاصيل إضافية؟ نعم رامية، هذا الاعتداء الإسرائيلي جرى في ساعات العصر تقريبا الساعة 4:30، وهو بقذائف من دبابة ميركافا من داخل الشريط المحتل من الجولان من منطقة تسمى تل خوين. هناك رعاة ومزارعين في أطراف قرية الحميدية وهي في القطاع الأوسط من القنيطرة، اقتربوا على ما يبدو من الشريط الشائك، وهذه المنطقة منطقة رعي أساسا للفلاحين والمزارعين، فجرى استهدافهم بقذيفتي دبابة ميركافا. الإصابات هي بسيطة لأن الإصابات جاءت من الشظايا هذه القذائف، وهم نقلوا إلى مشفى الشهيد ممدوح أباظة في القنيطرة. الاعتداءات على هذا القطاع في الواقع هي متكررة، ليست المرة الأولى. كان هناك اعتداء قبل حوالي شهرين على منطقة الحرية وهي منطقة مزارع، وقبلها أيضا كان اعتداء في هذه المنطقة تحديدا في منطقة محيطة من الحميدية، واستهدفت أيضا فلاحين وقرويين يقتربون عادة من الشريط الشائك الذي يفصل الجولان المحتل عن القنيطرة المحررة. هل كان ذلك أيضا يعني تتكرر مثل هكذا اعتداءات عندما كانت الجماعات المسلحة يعني لديها سيطرة في مناطق هذه المحاذية بين الجولان الجزئي المحرر والمحتل؟ لا أبدا، عندما كان المسلحون قبل عام 2017 في تلك المناطق كانوا على حالة وئام وتداخل كبير مع الجنود الاحتلال، وكان هناك مشروع كبير في الواقع يترابط بين يعني يقدمون لهم خدمات الغذاء والأدوية وأحيانا الاستشفاء في تلك المناطق. عاد التوتر وعادت حالة هذه الاستهدافات منذ آب 2018 عندما تمت السيطرة الكاملة على القنيطرة للجيش السوري وحلفائه ضمن تسويات وضمن عمليات عسكرية. محمد الخضر مراسل ميادين كنت معنا مباشرة من دمشق، شكرا جزيلا لك. أوضحت الخارجية التركية موقفها من الأزمة السورية، وأشارت إلى أن أنقرة أدت دورا رائدا في الحفاظ على وقف إطلاق النار وتأليف اللجنة الدستورية عبر عمليتي أستانا وجنيف. المتحدث باسم الخارجية قال إن أنقرة قدمت الدعم الكامل إلى المعارضة ولجنة التفاوض في العملية السياسية، وشدد على مواصلة بلاده المساهمة في إيجاد حل دائم للصراع بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوري. ما كانوا يمجدونه بالأمس يحرقونه اليوم. إحراق العلم التركي في إعزاز شمال حلب يعكس مشهدا غاضبا ضد سياسات أنقرة. غضب امتد على عشرات المناطق والبلدات الواقعة تحت نفوذ تركيا وفصائل مسلحة تتبع لها. في السبب المباشر رفض لتصريحات وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو عن ضرورة تحقيق المصالحة بين دمشق ومعارضيها. هو في الجوهر خذلان جديد يتلقاه حلفاء تركيا
بعد حملات عنصرية هو مشروع ما يسمى المنطقة الآمنة. الاحتجاجات التي تقوم بها المجموعات المسلحة في المناطق التي يسيطر عليها النظام التركي عموما فما هي إلا حوادث ستأخذ زمنا محددا وستنتهي إلى ما قاله مولود جاوش أغلو في النهاية من ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة السورية بكياناتها القوية. ردود فعل شملت أكثر من 50 منطقة وبلدة بين إدلب وريفي حلب والرقة الشماليين، تحركات على الأرض تلت بيانات وتصريحات من شخصيات ومكونات محسوبة على أنقرة. تشعر فصائل مسلحة وتجمعات ومكونات بقرب الانتهاء من دور وظيفي ارتضته في خدمة التركي طويلة. تركيا لم تعد تستطيع استثمارهم عسكريا، بدأت بمحاولة استثمار بعض المعارضات سياسيا فيما يسمى بالحل السياسي في سوريا، لذلك هذه المعارضات اليوم تتقاتل فيما بينها واستثمارها العسكري انتهى سواء خارج سوريا كما حصل في ناغورنو كاراباخ أو كما حصل في ليبيا، ولم يعد يستطيع النظام التركي استخدامهم لتحقيق أهداف عسكرية في الداخل السوري، لذلك الحل الوحيد هو القضاء والخلاص من هذه التنظيمات. تصريح جاويش أوغلو يتوج سلسلة مواقف تركية عنوانها الانفتاح السياسي المتدرج على دمشق، مواقف بدأت ملامحها من تحرك إيراني بين دمشق وأنقرة ومخرجات قمتي طهران وسوتشي الأخيرتين. أدارت أنقرة الظهر للائتلاف ومسلحي الشمال السوري، خطوة وإن حصلت فلن تكون سوى إجراء على طريق طويل في سياق العمل لطي 10 سنوات من الحرب والتورط التركي في الدم والأرض السورية. محمد الخضر، دمشق، الميادين. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية محمد زكري إن الجيش حقق إصابات مباشرة ضد عناصر إرهابيين إثر اشتباكات في جبل سلوم من ولاية القصرين مع مجموعة إرهابية، وأكد تعرض عسكريين اثنين لإصابات وأن حالتهما مستقرة. بهذا نصل إلى ختام السابعة، نذكركم بعناوينها. اعتصام أنصار التيار الصدري مستمر وتظاهرات لأنصار الإطار التنسيقي في العراق، والمواقف تؤكد أن السلم الأهلي خط أحمر. طهران تدرس الطرح الأوروبي وواشنطن تشترط تخلي إيران عن مطالبها الإضافية للعودة إلى الاتفاق النووي. محامية الأسير خليل عواودة تؤكد للميادين أن هناك خطورة حقيقية على حياته وتقول إنه لا يتذكر أفراد عائلته. إصابة مدنيين بجروح في ريف القنيطرة السورية بقصف لدبابات الاحتلال الإسرائيلي. والدفاع التونسي تؤكد تحقيق إصابات مباشرة ضد عناصر إرهابيين بعد الاشتباك معهم في ولاية القصرين. دائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت الميادين.net، إضافة إلى موقع الميادين باللغة الإنجليزية وأيضا موقع الميادين باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.